اوكي نيجي لبرج العقرب. اه لا العقرب عنده حياه جديده وعنده سفر، اوكي، عمليا وعاطفيا. نيجي للقوس، القوس عنده حياه جديده بس هو الفتره دي عاطفيا تعبان نفسيا، فده بيأخره لان هو شخصيه عاطفيه بس عنده حياه جديده وعنده سفر. نيجي للجدي، الجدي عنده حياه جديده بس بيجرب، يعني بيلعب، فلازم يجري علشان الدنيا تمشي معاه عشان يعرف يلحق نفسه يبقى واقف في الصفوف الاولى. الدلو عنده حياه جديده بس بره بلده. اوكي. الحوت الفتره دي نفسيا مأثره عليه، عنده حياه جديده او عنده حياه جديده وعنده فلوس وعنده مال وعنده شغل وعنده حياه جديده، ان برج الحوت من الابراج اللي السنه دي عندها صوت حلو قوي.